اليوم أي عفة؟ أي عفة يخرج لك على المنابر مشائخ أيها الإخوة بعمائم ولحى والله يخوضون في أعراض بعضهم البعض، علماء يشعلونها أيها الإخوة فتنة بين طلابهم وبين مدارسهم وتلاميذهم، كل يطعن في كل. جرب فقط أن تتناول أحدهم بجملة، هل يرحمك؟ هل يسكت عليك؟ انتهى كل شيء. وين؟ وين العفة؟ وين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ وين الصفح؟ وين الإغضاء؟ وين كرامة يا سيدي؟ بلاش الدين، وين المروءة والكرامة؟ لو تابع كل أحد كل سفيه لاستحال سفيها، أليس كذلك؟ وين شرف الخصومة؟ وبعدين أكثر من هذا وأهم من هذا، وين الحرص على سمعة الإسلام؟ بل حرص على سمعة أهل العلم. احرص على نفسك وعلى الآخرين، ما تخلي العلماء أيها الإخوة ينحطون في نظر الناس هذا المنحط بأفاعيلك وأقاويلك. خليك راقيا، لا تكلموا فيقة، ما يتكلموا، ما يعملوا، لا ننزل إلى هذا المستوى، لا نهاتر. المهاترة لها أهلها ولهم أتباعهم، لسنا من المهاترين، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. العمر أيها الإخوة أنفس من أن نضيعه في رد القال والقيل، وقالوا ونقول وقالوا ونقول، ما في الكلام الفارغ هذا، قل الحق وقل الطيب من القول وامضي، وأجرك على الله، لنا أعمالنا. الحساب ليس عند الناس، ليس عند الجمهور، لكن حين يكون الحساب والمراد من الحساب أن يكون عدد الأتباع وعدد المصفقين وعدد المشايعين والمتحزبين، مصيبة، انتهينا إلى مصائب حقيقية يا إخواني.